هذه إذاعة إرينا. الفضل يأتي والأفاضل متابعي ومستمعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 7 فبراير. نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية، ويواصل استضافة الأستاذ زين العابدين شوكاي ويتناول معه دور الشباب الإريتري في التغيير. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها: إريتريا تغيب عن اجتماع منظمة الإيجاد، تفاوت ردود الفعل على لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع رئيس وزراء إسرائيل، بدء الاجتماعات السابقة للقمة الأفريقية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة أرينا. غابت دولة إريتريا عن اجتماع منظمة الإيجاد والذي ترأسته جمهورية السودان في 3 الجاري في جيبوتي. ورغم رفع علم إريتريا ضمن الدول الأعضاء 8 في المنظمة، إلا أن المسؤولين الإريتريين غابوا عن الاجتماع. ولا تشارك إريتريا في اجتماعات منظمة الإيجاد منذ عام 2011، وكانت قد جمدت عضويتها فيها من قبل ثم عادتها، ولكنها لم تفعل عضويتها بالمشاركة في الاجتماعات الدورية للمنظمة. نقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوق قوله: نرحب بالتعميم الصحفي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونظل ملتزمين بالمضي قدما من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا. وأشارت عدة جهات في السودان إلى نفي رئيس الوزراء علمه مسبقا باللقاء، وأكد في تغريدته بأن العلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية، مما يعني انتقادا ضمنيا لخطوة الفريق البرهان. وكانت وكالة السودان للأنباء قد أوردت تصريح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام في صفحتي على الفيسبوك حول لقاء البرهان نتنياهو، حيث كتب قائلا: موقفي من لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائم على نقطتين، وهما أن علاقات السودان من صميم عمل الأجهزة التنفيذية، وأن علاقة السودان مع إسرائيل يجب أن تحدد بقرار تشريعي وليس بمبادرات فردية. بدأت في أديس أبابا صباح أمس الخميس اجتماعات الدورة 36 للمجلس التنفيذي لوزارة خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والتي تعقد على مدى أيام 6 و7 فبراير الجاري، على أن يليها الدورة 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يوم 9 و10 فبراير الجاري. ويتناول عادة المجلس التنفيذي خلال اجتماعاته السابقة للقمة جدول الأعمال والمقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع أعضاء لجنة الممثلين الدائمين، والذي انعقد يوم 21 و22 يناير الماضي، حيث ستتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها السلم والأمن والصراعات والإرهاب، فضلا عن موضوعها الرئيسي تحت شعار القمة وهو إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا. ولم يتحدد بعد عما إذا كان الرئيس الإريتري سوف يشارك في القمة أم لا. كانت تلكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إريتريا تغيب عن اجتماع دول الإيجاد، تفاوت ردود الفعل حول لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع رئيس وزراء إسرائيل، بدء الاجتماعات السابقة للقمة الأفريقية. سمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة أرينا، صوت مستقل لإريتريا.
المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم سادتي في حلقة من برنامج من برامج إذاعة إرينا الدولية في باريس، ونلتقي للمرة الرابعة والأخيرة في هذا المحور، وليس الأخير طبعا في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. معنا محدثنا الأستاذ زين العابدين شوكاي، الناشط الأكاديمي في السويد. التقيناها طبعا مع الشكر الجزيل لثلاث حلقات في ندوته أو الورقة التي قدمها في إطار أنشطة المجلس الوطني الإيتري للتغيير الديمقراطي فرع السويد، وكان حديثه عن الشباب تحت عنوان تحفيز الشباب على العمل الوطني الإيتري. أستاذ زين، مرحب بك في إذاعة إرينا من باريس. وأنا أرحب على هذه الاستضافة الكريمة، واللي إن شاء الله تكون مفيدة، لأنه يعني والله يعني نستفيد منها كلها. نعم، بارك الله فيك. طبعا هذا هو الجزء الرابع والأخير. طبعا كل الكلام اللي قلته هذا أستاذ زين يصب في ما نسميه بين قوسين العمل السياسي الإريتري، ما له وما عليه، وطبعا عنوان فرعي ممتاز من حضرتك، لأنه هذا العمل السياسي لو لم يكن ما عليه فقط فيما له ربما كان طلعنا من عنق الزجاجة. ولكن قبل الحديث في المحور سيد زين، هل تتفق معنا أنه إحنا مشكلتنا في العمل السياسي الإريتري؟ أولا، مفهومك للعمل السياسي شنو؟ يعني مثلا هل السياسة حكرة على ناس معينة، أم هي تديك طروحة يعني يلجأوا لها السياسيين حتى ما ينفردوا بالمسرح ويعملوا زي ما دايرين، أم هي حقيقة؟ ومن هو السياسي؟ وهل فعلا كل الناس سياسة وما إلى ذلك كذا؟ فكفك لنا العنوان ده في البداية. هذه إذاعة إرينا. والله الحقيقة يعني الواحد بحكم أنه عاش في الغرب لعقود طويلة، يعني جزء كبير من عمره، يعني أنا الآن أعتبر عمري أغلب عمري عشت في الغرب، يعني عقود. يعني لما الواحد يفكر في العمل السياسي الإريتري ويحاول يقارنه بالعمل السياسي الذي يمارس في بلد مستقر ونامي ومزدهر زي السويد، وشعبه ينعم يعني حقوقه والكثير من الحريات، وشعب يعني يعتبر من الشعوب المتقدمة في التقنية، في العلم، في كل شيء يعني، وبالتالي ينعكس في الاقتصاد، وبالتالي ينعكس هذا على حياتهم السياسية. الممارسة السياسية يعني هي وليدة لطبيعة كل مكون وكل شعب وكل أمة يعني. فلو نظرنا إلى العمل السياسي الإريتري وتجربة العمل السياسي الإريتري، هي بعيدة كل البعد عن يعني تمارس في واقع مستقر، يعني في واقع يعني يفيد ويستفيد منه الواقع، يعني العمل السياسي الإريتري، باعتبار احنا كإريتريين يعني ما زلنا نعاني من انه احنا موجودين خارج وطننا بنسب هائلة وكبيرة، وشعبنا اللي في الداخل شعب مضغوط لا يمارس أي حق من حقوقه. فالسياسة إما تصبح ترف بشكل من الأشكال يمارسها الإنسان في وقت فراغه، وبالتالي ليست لا تؤثر يعني على كل حال فيما يتعلق في الفيزياء اللي تتعلق منها بإريتريا، يعني لا تؤثر في حياته اليومية، وبالتالي يعني بتكون أحيانا فانتازيا بتاعت مثقفين، أحيانا تكون يعني أنا ما عايز أتهم الكل، لكن تكسب أو موجود في الساحة أنا شغال يعني، وبالتالي يزاود على غيره من الناس اللي ما موجودين في الساحة، ما بتكون مربوطة بمرتكزات واقعية حقيقية يعني لها علاقة بحياته اليومية. لو شفنا أستاذ أحمد البرامج السياسية بتاعت التنظيمات الوطنية الإريترية، كل التنظيمات الوطنية الإريترية تطرح برامج متقدمة جدا، تناقش في مؤتمراتها، تقرها، تخرج من المؤتمر بقرارات جد متقدمة يعني، لكن في الممارسة اليومية، في الممارسة العملية ما تنعكس هذه البرامج وهذه الرؤى وهذه
الاطروحات اللي موجوده في برامجها ما تنعكس في حياته اليوميه، ما تجدها يعني في ممارساته. واحد يسمى نفسه تنظيم ديمقراطي وقياداته من 30 سنه ما تغيرت، يعني واحد يسمي تنظيم ديمقراطي من ضمن يعني كلمه الديمقراطيه موجوده في تسميه تنظيمه، ويرأس شخص واحد لسنوات طويله جدا يعني، واما يرأسهم واما ينشق التنظيم يعني. ف يعني هذه الممارسة السياسية وهذا هذه التجارب ذات العمل السياسي الإثري محبطة للشباب. أنا الآن ما زلت في موضوع الشباب يعني. نعم. محبطة للشباب يعني، الشباب اللي يشوفوا هذه النماذج قدامهم ما يتحمس للعمل السياسي الإثري، وما يشوف فيه يعني خلاصهم، وما يشوف فيه أملهم يعني، وبالتالي يحجموا عنه. وإحجام الشباب عن هذا العمل السياسي الإثري يعني هو كارثة. أستاذ زين، ألا ترى من الأهمية النظر إلى العمل السياسي في ظل الظروف التي نشأت فيها الحركات السياسية؟ نعم، هي هذه الظرف اللي نشأ فيه العمل السياسي الإريتري مثلا في الأربعينات، في الخمسينات، في الستينات، في السبعينات، في الثمانينات يختلف عن اليوم يعني. يعني الظروف اللي نشأ فيها يعني مثلا الحراك الوطني الإريتري، الشعب الإريتري كان في بلده. الحركة الوطنية الإريترية لما نشأت كحركة عندها مطالب واضحة وسهلة يستوعب الشعب الإريتري. الحركات اللي نشأت من حركة تحرير الإريترية وجبهة تحرير الإريترية من رحم الحركة الوطنية الإريترية في فترة تقرير المصير، تبنت الاطروحات اللي كانت مطروحة في فترة تقرير المصير، استقلال إريتريا وأنه إحنا كيان خاص بنا وشعب نقدر ننشئ وطن ونحتكم لنفسنا ولشعبنا ولأنفسنا، وما نحتاج لأي وصاية من أي مكان آخر، وعشان كده رفعنا السلاح، عشان كده ضحينا، عشان كده انتمى الشباب يعني لثورته ورفض بقوة يعني. فعشان كده نجن يعني إلى حد كبير جدا الثورة الإريترية وصلت إلى أهدافها، وصلت إلى حتى لو كانت طالت المدة 30 سنة من الكفاح المسلح، إلا أننا وصلنا إلى على الأقل إلى تحرير إريتريا كهدف سامي خرجت من أجل الثورة يعني. بالتالي الظروف اللي نشأ فيها العمل السياسي الإريتري كانت غير الظروف اللي إحنا موجودين فيها اليوم يعني، وتركيبة المجتمع الإريتري وأثر على العمل السياسي غير في تلك الحقبة غير اليوم يعني. اليوم مجتمع مفكك، مجتمع يعني أرهقت الحروب اللي استمرت 30 سنة بتاع كفاح مسلح و30 سنة من ديكتاتورية. هذا التفكك الموجود في تركيبة المجتمع الإريتري، هذا الهروب الهائل من الشباب يعني، أو يعني سد الأفق يعني. الشباب ما يرى مستقبل في إريتريا بقى يعني، لازم يهرب منها، لازم يطلع منها، لازم يبحث عن مخارج أخرى. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. طيب أستاذ زين أستاذ زين عفوا المقاطعة، وكأنك مثلا يعني إذا كنت فهمتك تبرئ ساحة الفعل الثوري ولكن نعاني من فعل سياسي، ولكن هل تتفق معنا أنه المحصل السياسي هو نتاج العمل الثوري؟ فلو كان عملنا الثوري سليم من أشياء معينة الآن نعاني منها، مش كان حنصل إلى عمل سياسي متكامل مثلا؟ لا، أنا لست من الناس اللي ينظر نظرة رومانسية لفترة الكفاح المسلح مثلا أو لفترة الثورة يعني. يعني فيها مثالب وفيها عيوب هائلة جدا يعني، لكن الذي يميز تلك الحقبة أنه كنا موجودين على أرضنا، كنا نمارس العمل السياسي بكل عيوبه في واقع يعني بتاع واقع وطني إريتري. يعني المدافعة كانت تتم على أرض الواقع يعني، الحرب كانت تتم في أرضنا، كان يعني المشاركة كانت واسعة النطاق يعني. هذا التمزق اللي حصل في فترة الديكتاتورية بشكل خاص في الحق بتاعت العقود الثلاثة اللي قربنا نكمل 30 سنة من حكم الديكتاتورية، هذا التمزق اللي حصل في تركيبة المجتمع الإريتري أثر على العمل السياسي الإريتري سواء كان داخل إريتريا في فقر عجيب جدا من يعني الإبداع في وسائل المقاومة، في وسائل رفض الدكتاتورية، وفي الخارج نعاني من تمزق
بأنواع شتى يعني. فأنا ما يعني هذا ما هو نتاج هذا بالتأكيد زي ما قلت أنت، أصلا لم نكن لنصل إلى هذه المرحلة لو كان يعني المقدمات لو كانت سليمة، النتائج ما يعني ما كانت حتكون زي دي يعني. أنا أتفق معك يعني المقدمات كانت يعني فيها عيوب كبيرة جدا يعني، لكن بكل عيوبة تلك المقدمات اللي أنجزت الاستقلال الوطني الإريتري على الأقل حررنا إريتريا وأخرجنا القوى الخارجية القوى الأجنبية اللي كانت موجودة جاثمة على صدر شعبنا. لكن هل حققنا حريتنا كإريتريين؟ طبعا بكل بساطة لا يخفى على أي إريتري اليوم في فرق بين الاستقلال والحرية يعني. حققنا الاستقلال لكن لم نتحرر لأننا نحكم بنظام لم يخترعه شعبنا، نحكم بنظام ليس فيه مؤسسات الدولة الحديثة من دستور لبرلمان لمؤسسات الدولة للديمقراطية لتحكم يعني نظام الحكم. فبالتالي وجود إسياس على رأس هرم السلطة اليوم في إريتريا هو أخطاء ارتكبت في فترة الثورة، أخطاء ارتكبت من شباب إريتريا كمان، مش من الشيوخ يعني. اللي أنا قاعد أحاول يعني أمج دورهم وقاعد أقول نستعيد ذلك العنفوان يعني. نعم. النظام السياسي الموجود في إريتريا أسوأ نتيجة ممكن يحصل عليها شعب قدم كل هذه التضحيات يعني، ونتحمل ويتحمل قطاع كبير من تلك من المناضلين في تلك الفترة واللي كانوا في تلك الفترة شباب واللي كانوا يعني جو للثورة بحماسهم وباندفاعهم يتحملوا جزء من هذه المسؤولية بحكم أنه هم كانوا قوى الثورة في تلك الفترة اللي على أكتافهم صعد هذا الدكتاتور، واليوم يعني قبل الآخرين أساء لهم قبل الآخرين وشتت يعني نضالاتهم وجهودهم وأصبح يعني هباء منثورة بهذا الشكل الموجود فيه وموجود فيه الواقع الإريتري. ف هذه إذاعة إرين. على واقع نعم. الشباب أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرين الدولية في باريس وتستمعون إلى حديث الأستاذ زين العابدين شوكاي الناشط الأكاديمي يتحدث عن الورقة حول تحفيز الشباب على العمل الوطني الإريتري. أستاذ زين، سنكون بعد دقائق في نهاية هذا الجزء. أنت كرجل متواجد في السويد، هل هناك بصيص أمل لحركة شبابية موجودة مثلا مما تتابعه طبعا في الأنشطة وهذا التوهان السياسي الموجود فيه أحزابنا وفعالياتنا السياسية؟ هل هنالك حراك شبابي أنت متفائل أمامه؟ والله أستاذ أحمد في طبعا، والشباب قاعد يتلمسوا طريقهم وقاعد يعني الهم الوطني يتملكهم يعني. أنا لا أنكر أن وجود أعداد معتبرة من الشباب تحمل الهم الوطني، لكن حالة التيهان ما زالت موجودة. مجرد حمل الهم هل كفاية؟ لا يكفي، ولذلك سميت أنه في حالة توهان يعني في حالة تيه، وبالتالي الشباب كجزء من هذا الشعب موجود في هذه الحالة يعني. أنا تقصد شباب الداخل ولا الخارج؟ الداخل والخارج، لكن أنا الآن تركيزي باعتبار أنت سألتني كشخص موجود في 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 الدياسبورا يعني في برا وتابع الحراك الشبابي الموجود في الخارج يعني. والحراك الشبابي الموجود في الخارج يعني تتناهبه أشياء كثيرة جدا يعني. هو أنا يعني دائما يعني القوى السياسية اللي أنا أتعاطى معها وأتفاعل معها كالمجلس الوطني الإريتري والمظلات التنظيمات الموجودة في هذه المظلة، أنا أقول يعني عندنا طاقة كبيرة مهدورة من الشباب يعني لم نستثمرها إلى يومنا هذا. والسبب هو لأنه هذه التنظيمات نفسها بتعاني من مشاكل داخلية يعني، وبالتالي أي حراك وطني لا يشارك فيه الشباب، لا يكون عمود الفقر الشباب، هو حراك وطني ضعيف. أنا لا أراهن فقط على الشباب، قطاعات واسعة أخرى، المرأة مثلا يعني مهملة أيضا يعني. وبالتالي إحنا يعني بصراحة
عايشين في حالة بتاعت عدم توازن. يعني الناس اللي كانوا في العمل السياسي الإريتري كمعارضين لعقود طويلة هم اللي موجودين الآن على صدارة العمل السياسي الإريتري. بصراحة إذا لم يعني تأخذ هذه القوى الوطنية الديمقراطية الإريترية العاملة من أجل إسقاط النظام في حسبانة إنه إشراك هذه الطاقات المهدورة للشباب، وإذا ما شارك الشباب في أي في العمل الوطني، فأنا أعتقد النتيجة حتكون سيئة جدا. والمسؤولية مسؤولية مشتركة، هي مش مسؤولية القوى السياسية فقط، مسؤولية الشباب أيضا في إن هم يخترقوا هذه المنابر ويجوا ويشاركوا فيها. يعني أنا مرات كثيرة جدا أرى إنه الشباب يقول لك يا أخي ما تتدخل في عملنا، إحنا كشباب عايزين نعمل يعني ضمانات لمواصلة عملنا عشان يكون عندنا، لازم القوى السياسية تبعد نفسها عننا، لأنه هم ما أصبح عندهم ثقة في هذه القوى السياسية. أنا أعتقد هذه العلاقة المختلة من الطرفين يعني لابد إنه إحنا نراجعها يعني، وأنا أحمل المسؤولية للقوى السياسية الموجودة في الساحة، وأقول إن القوى السياسية الموجودة في الساحة لابد أن تهتم بقضايا الفئات التي أحجمت عن المشاركة وتتيح لها الفرصة، بل تورثها هذا العمل. يعني خلي الشباب يقود هذا العمل. يا نعم يعني. نعم طيب الحلقة أعتقد تكمن كمان يعني كيف نربط بين تطلعات شباب الخارج بهموم شباب الداخل. هل هذا الرابط موجود أستاذ شيكاي كمتابع أنت سياسي؟ الرابط معدوم يعني في إشكالية يعني. ليه معدوم؟ المجلس الندوة اللي أقيمت فقر المجلس هو لبحث هذه العلاقة المختلة يعني. فأنا مثلا يعني خذنا ورشة عمل بعد الندوة وحاولت فيه أسئلة يعني كيف يمكن أن تكون العلاقة بين المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي والشباب، يعني علاقة تعاون وتشارك للمساهمة في العمل النضالي ضد الدكتاتورية، أم علاقة بتاع التباعد يعني كل واحد يقول أنا خلوني أعمل من جهتي. يعني أنا أعتقد هو علاقة تعاون وتشارك لازم تكون يعني. بعدين لو والشباب لحد كبير جدا متجاوبين مع هذا الهم يعني. بعدين النشاطات اللي يفتقدها الشباب و يمكن المجلس أن يقوم بها وينشطهم فيها، لازم البحث عن هذه القضية. والشباب ساهموا بصراحة بأفكار جميلة جدا في هذا الجانب، وطرحوا يعني قضايا وهموم يفتقدوها هم في المجلس الوطني التي لو توفرت فهم مستعدون أنه يعني يساهموا في هذا العمل يعني. من بينها مثلا رفع الوعي، إشراكهم في إنه يعني يكون في نوع من الشفافية في التعامل، يعني ما يكون في يعني القضية ليست رغبة وعدم رغبة، القضية هي إنك أنت لما تكون منفتح على الشباب وتفتح لهم الآفاق والمجال هم أعتقد حينجذب لهذا المجلس ولهذه القوى السياسية اللي قاعد تعمل في الساحة. مع الأسف هذه العلاقة المختلة هي التي تحتاج إلى تصحيح، والحوار ثم الحوار ثم الحوار هو الطريق للتقارب وللتفاهم وللاقتراب من 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 حلول لهذه الإشكاليات اللي ماثلة أمامنا الآن واللي قاعد تبعد الشباب من العمل الوطني الإريتري ومن العمل السياسي الإريتري. طيب في ختام هذا اللقاء أستاذ الزين شوكاي عفوا برأيك ما هي ضمانات مواصلة العمل الشبابي؟ يعني خلينا الشباب ديل بس لو أتحنا لهم المجال يعملوا لوحدهم دون الأطر التنظيمية الكبيرة، مع احترامنا لرأيك اللي بتقول يعني، لكن هؤلاء الشباب ليس لأنهم كفروا كفرا بوار يعني بالعمل السابق، ولكن لو قالوا نحن دارين نعمل لوحدينا مثلا، ما هي الضمانات لمواصلة العمل الشبابي المؤطر لوحده وما الموانع في ذلك؟ والله بالعكس يعني أنا أعتقد وأنا قلت في بداية حديثي إنه في طاقة محدورة والطاقة محدورة الطاقة المحدورة معناتها في طاقة يعني في إيمان بوجود طاقة يعني. عشان تجيب هذه الطاقة وتجعلها عامل مساعد للعمل السياسي برمته يعني، أنا أعتقد لازم
هؤلاء الشباب يتمتعوا بقدر كبير جدا من الحرية، من الحرية في كيفية تنظيم نفسهم، من الحرية في أنه يضعوا برامجهم بنفسهم، من الحرية في أنه هم يعني بشروطهم يتعاطوا مع 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 الواقع السياسي الإريتري ومع القوى السياسية الناشطة فيه. إذا لم تتوفر هذه الضمانات لهؤلاء الشباب، فأنا أعتقد ستكون يعني الحالة بتاعت يعني انعدام الثقة والعلاقة المأزومة بين الشباب وبين القوى السياسية ستكون مستمرة، والقوى السياسية الموجودة في الساحة تقع عليها المسؤولية الكبرى في أنها يعني تتيح لهؤلاء الشباب قدر هائل من الحرية وتستمع لهم وتتجاوب مع همومهم ومع مشاكلهم ومع قضاياهم وتفسح لهم المجال في أنه يعني يتعاملوا مع الواقع بالطريقة اللي هم يشوفوها. وأنا أعتقد الشباب بطبيعته مبدع، هو الشباب بطبيعته يبتكر أساليب نضالية غير الأساليب التقليدية اللي احنا تعودنا عليها. فأنا أعتقد هو حيفيد العمل السياسي الإريتري بشكل أكبر مما نتصور لو أتحنا لهم قدر هائل من الحرية في تنظيم نفسهم وفي وضع برامجهم وفي مشاركتهم في العمل الوطني الإريتري. ما في شك، وهي دعوة لتحفيز الشباب على العمل الوطني الإريتري. هذا هو عنوانك الأستاذ العزيز زين العابدين شوكاي الناشط والأكاديمي، حدثنا من السويد لأربع حلقات. نحن نشكرك على هذا الجهد المقدر ودوما الرهان على الشباب. أعزائي المستمعين، باسمكم جميعا لا يسعنا إلا أن نجدد الشكر لأستاذنا شوكاي، ونأمل إن شاء الله يعني الحديث معك في حلقات وفي برامج وأنشطة أخرى. لك عاطر التحية والتقدير، وشكرا على حديثك العلمي الهام جدا. أعزائي المستمعين، كنت معكم في المقابلة محدثكم أحمد شريف، وتحايا زملائي فتح عثمان وبنيام سمؤون. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الفضليات المستمعات والأفاضل المستمعين، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام برنامجنا لهذا اليوم، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إريتريا تغيب عن اجتماع منظمة الإيجاد. غابت دولة إريتريا عن اجتماع منظمة الإيجاد والذي ترأسته جمهورية السودان في الثالث من الشهر الجاري في جيبوتي. ورغم رفع علم إريتريا ضمن الدول الأعضاء الثمانية في المنظمة، إلا أن المسؤولين الإريتريين غابوا عن الاجتماع. تفاوت ردود الفعل على لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع رئيس وزراء إسرائيل. نقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوق قوله: نرحب بالتعميم الصحفي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونظل ملتزمين بالمضي قدما من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا. وأشارت عدة جهات في السودان إلى نفي رئيس الوزراء علمه مسبقا باللقاء، وأكد في تغريدته أن العلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية، مما يعني انتقادا ضمنيا لخطوة الفريق البرهان. بدء الاجتماعات السابقة للقمة الأفريقية. بدأت في أديس أبابا صباح أمس الخميس اجتماعات الدورة 36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والتي تعقد على مدى أيام 6 و7 فبراير الجاري، على أن تليها الدورة العادية 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي في 9 و10 من فبراير الجاري. ولم يتحدد بعد أما إذا كان الرئيس الإريتري سوف يشارك في القمة من عدمه. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى موجز لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقات برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زميلي أحمد شريف، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هذه إذاعة إرينا.